ب 26 شهر موعد للجمهور الفرنكوفوني بمختلف انحاء العالم العربي والدول المجاوره طبعا، يلي بيلتقوا عنا بهالوقت بالبيل كل سنه ليكونوا عم يكون عندهم سالون هو الثالث بالعالم بعد باريس موريال. يعني هيدا اكيد شهاده كثير مهمه لسالون دو ليفر بلبنان يلي عم يكون على مستوى كثير عالي، والسنه رح يكون كمان مميز مع نشاط خيار الشرقي اللي رح تحدثنا عنه اليوم ميراند خلف. اهلا وسهلا فيك ميراند، منسقه لهالايفنت لخيار الشرق بلبنان مع الاي اف الوكاله الفرنسيه او الوكاله الجامعيه الفرنكوفونيه. والحلو بهالنشاط انه عم بيكون في يعني جائزه ادبيه، ولكن لجنه التحكيم عم تكون من طلاب الجامعات. يعني الشغله هيدي كثير حلوه كنت عم تقولي، لانه مش ما صارت بقبل باي سالون دو ليفر ثاني. مضبوط، هي الفكره جديده، والفكره بلشت طلع فيها المركز الفرنسي، فكر يشارك طلاب جامعات اللبنانيه بخيار كتاب ضمن السلسله اللي اختاروها الاعضاء اكاديمي جونكور. وفكرنا نحن كمكتب شرق الاوسط بالوكاله الجامعيه الفرنكوفونيه انه ليش ما بنعممها ونكبرها ونخليها تال كل منطقه الشرق الاوسط، وبهال من هون كبرت وراح يشاركوا فيها كل الطلاب بالمنطقه. لكن حال بالسنه العشرين يعني لهذا الصالون راح يكونوا يعني ضيوف شرف اعضاء الاكاديمي جونكور. مظبوط، موجودين راح يكونوا بالصالون. رح يكون في ستة منهم موجودين، واكيد البريزيدانت كمان ادموند شارلو هو، وهي رح تكون مناسبة كمان تيلتقوا الطلاب رح يجوا يكونوا عم يمثلوا جامعاتهم هون، حتى يصير في مثل نقاش بين بعضهم ويقولوا لهم شو هو الكتاب اللي اختاروه بين الكتب يلي نقون حتى يكونوا هن موضوع هالخيار. خلينا نتعرف اكثر على يعني طريقه تنظيم هالجائزه الادبيه اللي رح ينعلن عنها ب 30 او 31 شهر. ب 31 شهر الساعه 1 بالسالون دو ليفر لكل الناس المهتمين، خاصه انه مفتوح مفتوح هو، وفي نقاش مفتوح كمان لكل الناس. مظبوط، هو نشاط مفتوح للجميع، دونك الكل مدعوين عليه. يلي رح يصير ب 31 تشرين الاول هو انه رح يجي شخص هو رئيس لجنه طلاب بكل جامعه من الجامعات المشاركين بهالنشاط، يلي هن عددهم 13 جامعه من الشرق الاوسط. في عنا ثلاثه من مصر، من جامعه القاهره، جامعه عين شمس، وجامعه اسكندريه. من فلسطين في عنا جامعتين، جامعه النجاح من غزه وجامعه الاقصى من غزة، وجامعة نجح من نابلس. ومن سوريا حكون في جامعة دمشق كمان رح تشارك، من العراق في جامعة الموصل، وفي ست جامعات من لبنان، الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف، جامعة جينان، جامعة العربية بيروت، جامعة الإسلامية، جامعة الكاثوليك. دونك كلهم في أقسام اللغة الفرنسية ضمن كل هالجامعة عم بتشارك بهالنشاط. يعني حاليا عم يشتغلوا هلا الطلاب على هالموضوع؟ صار لهم من 2 أكتوبر بلشوا يشتغلوا. 2 أكتوبر هي 2 تشرين الأول تم اختيار الثمان كتب من قبل أعضاء أكاديمية كونكور، وبلشوا يقروا هالثمان كتب، وجربنا نأمن لهم اياهم على الوقت يكونوا عندهم يقرون. كل جامعه شافت يعني اللجنه عندها لجنه الطلاب بتروح عددها بين 6 او في منهم وصلوا ل 20 طالب عم بيشارك بهالحدث. بلشوا يقروا وهن بالقلب الجامعه عم بيعملوا اختيار لكتاب واحد، رح يجربوا يعملوا مثل كلاسمان لهالثمان كتب، بس رح يكون في واحد يلي هو رح يجي كتاب رح يكون ينعرض ينقال شو هو كان. يعني هالثمان كتب كمان هلا عم يتباروا بكل جامعه؟ بكل جامعه عم يتباروا. والفكره انه ب 31 رح يكون في رئيس لجنه الطلاب من كل هالجامعه رح يجي على سالون دو ليفر فرانكوفون بالبيال، يجتمعوا كلهم هال 19 لجنه رح يكون في، يعني حتى اكثر من عدد الجامعات المشاركه، لانه في جامعات عم يشارك فيها عده لجان عده اقسام. وراح يصير في تصويت لاحسن كتاب شو هو، يمكن يعوزوا اكثر من دوره واحده يعملوا، يكون في اسس، يعني في اسس راح يتبعوا، الاسس هي ذاتها بتتبعها اكاديمي جونكور. يعني راح يكون التصويت باوضه مغلقه ما حدا بيكون موجود فيها الا رئيس ونائب رئيس شواد لوريان خيار الشرق اللي هن هيام يارد الكاتبه،
اللبنانية المعروفة، واسكندر حبش نائب الرئيس هو زميل لكم كاتب وشاعر. ولكن في أسس كمان للاختيار، يعني هالطلاب يعني نعطالهم بريف كيف ممكن أنه يكونوا عم ينتقدوا كتب؟ بكل هالفترة كنا عم بيكون في عندهم متابعة من قبل الأساتذة تبعولهم، ونحن كنا على تواصل دايم معهم نحن والمركز الفرنسي حتى نوصل لهم شو هي المنهجية لازم يتبعوها، أكيد بالتعاون مع الأساتذة تبعولهم رؤساء الأقسام، وكيف بدهم كيف بيصير النقاش، كيف بيحكوا عن كاتب، كيف بيحكوا عن الكتاب، شو هن النقاط اللي بدهم ياخذوها. وحتى اختيار الطلاب حتى يشاركوا بهالحدث كمان كان اكيد كل قسم هو شاف شو المناسب. جربنا نقول لهم مبدئيا كيف في اشياء دو باسيس تكون موجوده، لازم يكون الطالب يتقن اللغه الفرنسيه، لانه وقت بالسالون دو ليف رح يصير الاختيار كله والنقاش من بعدهم باللغه الفرنسيه. كيف بده يكون مرتاح بالالقاء، كيف بده يدافع عن الكتاب. وبهالفتره كمان مش بس كانوا عم بيقروا وعم بيناقشوا بين بعضهم، بعضهم لحديد هلا عم بيختاروا، بعد ما بنعرف كل جامعه شو اختارت، ما رح نعرفها الا بس ل 31 تشرين. بس بذات الوقت عم بيكتبوا مقالات الطلاب عن كل كتاب قريوا، لحديد هلا عندنا حوالي 20 مقال بعثوا لنا اياه الطلاب، وعم نحطهم دغري على البلوج خصصناه لهالنشاط. لهلا شو شفتوا المستوى يعني الاكاديمي؟ مستوى كثير منيح، الطلاب اللي عم يشاركوا كلهم من مستوى التروازيام اني دو ليسانس او ماستر، المستوى اللغه الفرنسيه تبعهم كثير منيح، حبوا الفكره، كثير محمسين لها. وبذات الوقت لانه صار في تشجيع من قبل الجامعه انه تقول لهم انه هل انتم رح تشاركوا بهالنشاط، بذات الوقت نحن رح ناخذ بعين الاعتبار مشاركتكم والجهود المبذوله، ورح نقيم عملكم، ورح كمان يكون في مثل ينعطى علامه على هالنشاط، ويعتبر ما بعرف يمكن في جامعات يعتبروه ايكيفالون ل 1 او 2 كريدي او اكثر. موتيفاسيون مهمه، خاصه انه عم ياخذوا خبره كثير كبيره. مظبوط، كثير كبيره وجديده ومحمستون. الرئيس كل لجنه رح يجي على لبنان، رح يلتقوا كلهم سوا من كل المناطق، من كل البلدان بالمنطقه، هو خاصه مع الاكاديمي جونكور هالسيما، ورح يصير في نقاش كثير حلو ب 31. سالون دو ليف 25 تشرين الاول ل 4 تشرين الثاني، موعد النشاط يلي هو خيار الشرق، خيار الشرق هو عنوانه، ب 31 الشهر الساعه 1 رح يكون اعلان الكتاب الفائز بهالجائزه الادبيه. مزبوط. وحلو انه هالجائزه الادبيه يعني عم يعطوها طلاب الجامعات، يعني بالنهايه هيدا هولي هن القراء، هو هن القراء والاليت من القراء، هن طلاب الجامعات، خاصه اذا عم نحكي عن طلاب عم يدرسوا اللغه الفرنسيه او الادب الفرنسي. لفته كثير حلوه، تنشوف كمان اذا كل هالبلدان المجاوره عم تكون عم تفكر بنفس الطريقه، او مصبوط. رح تكون عم عندها الخيار نفسه، او رح تتاثر بكتب الاكاديمي الاكاديمي جونكور رح بالاخر رح تختار زيت الكتاب او لا، لان بتشرين ثاني ب 27 ثاني رح يعملوا اختيارهم النهائي لاحسن كتاب، ممكن يمكن يسائب هو ذاته الكتاب هن نقوه، يمكن لا، وكمان حلو نشوف كيف. بس بدي ارجع اشدد انه ب 31 مظبوط هو التصويت رح يصير باوضه مغلقه وما حدا رح يشوفه ولا يعرف مظبوط شو عم بيصير، بس رح يكون قبل الظهر الساعه 1 بيطلعوا بيعلنوا عنه، وواحدة ونص يبلش النقاش بينهم بين أعضاء الأكاديمية، وهون مدعوين الكل يشاركوا، بين طلاب مدارس الكلاس سكوندير، طلاب الجامعات، الناس الكل المحبين للقراءة. واكيد رح يكون الديبا كثير حلو وباسيونان، ورح يقدروا الكل يشاركوا من هالثمان كتب. في اي كتاب لكاتب لبناني او من اصل لبناني؟ لا، بس هن في كتب لكتاب فرنسيين ومنهم بيكتبوا باللغه الفرنسيه، وحتى في كتاب لناس من اليابان، غيرهم من اليونان، غيرهم كان هالمره ما في لبنانيه، هالمره ما في لبنانيه. في شغله حابه اقولها،
هلا لفتت عنا هو انه يمكن غير ناس يتحمسوا ويحبوا يتحمسوا يقروا اكثر او يبقوا يعني يشوفوا هن لو قريون هالكتاب هالكتب شو رح ينقوا. لذلك نحن فكرنا بعد 31 نرجع نكفي هالنشاط بكل بلد او يمكن حتى نكبر عن هالست بلدان المشاركين مع المراكز الفرنسيه مع مكاتبنا الموجودين بهالبلدان انه نرجع نعيد الاكسبيريانس بجوات كل بلد مع الجامعات والأقسام المهتمين بهالنشاط. في أكيد أنه رح يصير يرجع بمصر من هلأ لآخر السنة، بالعراق كمان رح يصير، كله بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي. فإذا مرجع بذكر سالون دو ليف يبدأ ب 26 شهر، وموعد لشوا دوريان خيار الشرق هالجائزة الأدبية اللي رح يقدموها أو اللي رح يختاروها طلاب من مختلف الجامعات بالبلدان العربية بلبنان البلدان العربية المجاورة كمان، رح يكون ب 31 شهر الساعة 1 بمركز البيال. أهلا وسهلا فيك. ميرسي كاتيا. ميرسي للانتباه. مشاهدينا هلا وقفة ومنرجع.